السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وقفة رمضان، يعني صباح رمضان بكرة، وهوريكم بقى تحضيرات رمضان. تعالوا شوفوا بقى انا هعمل ايه ولازم نجدد يا جماعة، كده. رمضان كان هيبدأ النهاردة بس احنا خلصنا اليوم. بص يا احمد، اول حاجة جبنا بقى، لازم رمضان لازم اكسر الروتين واجيب كل الحاجات جديدة وبستخدم حاجات جديدة، عشان كده احس بحاجة كده حلوة يعني، وربنا يجعل ايامنا كلها يا سعيدة. جماعة، البتاعة اللي مسكتها دي ممكن تحطيها كده وترتبيها وتشيل البتاعة استني اللي احمد بقى فوق عشان دي. نوريهم الحاجة. استني بقى، البتاعة اللي فوق دي ممكن تتشال وبعدين تحط بدل ماشي، هنوريهم الحاجات وتغير الاول. وتعمل. بص، ده الشفشق هنعمل فيه عصير، ونسيت اجيب لكم شفشق بتاع البلح، هو ده الجديد بصراحة، فانا حبيت اوريهولكم شفشق البلح مش جديد. وجبت كوباية دي للشاي اهي، او لل وماما برضه ممكن بس انا تجيب هطلع بقى كوبايات البلح او اي للعصير. حاجه. كوبايات دي بقى للعصير، الاتنين زي بعض. ده ستايل طالع جديد، فانا حبيت اجيب منه، مع ان عندي كوبايات كتيرة جدا في النيش، بس انا حبيت اطلع يعني اجيب حاجة جديدة، تبقى حاجة جديدة كده في رمضان. لازم كل رمضان لازم اجيب طقم جديد عشان احس كده بحاجة فرحة يعني جديدة. ربنا يسعد ايامكم يا رب. شفتوا بقى الكوبايات اهي، دي الكوبايات اللي اعمل فيها البلح، هما 6 كوبايات واحنا ما شاء الله احنا 4 بس. فانا هعمل فيها البلح، والبلح اساسي، وكله ياريت ياكل البلح على الفطار عشان احنا هو خمسة يا سنة، جماعة، خمسة. هو سنة يعني. انت هتصوم اصلا عشان هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والبلح ليه أيوة فوائد كتيرة جدا، وابحثوا عنه على النت هتلاقوا فوائده حلوة قوي، يعني مفيد جدا لجهاز المناعة كمان. فانا معودة ولادي على البلح وانا متعودة عليه، فبعمل انا يا بلح جماعة وبعمل بحب عصير. مية البلح. وبنعمل برضو عصير، يعني بعمل بلح وعصير، بس اهم حاجة نفطر على البلح. وجبت كمان الكوبايات دي مكتوب عليها رمضان، وكوباية رمضان بقى يا جماعة للمية. اكتبولنا في التومنت، في التومنت ومين بيحب اكتر عصير. يعني قصده يعني عصير ايه اللي انتوا بتحبوه. ماشي يا احمد، شكرا. ودي كوباية اهي اللي احنا جبناها مع ميسو بعض معايا. رمضان، يعني حاجة رمضان. ماشي، كان في حاجات مرسومة عليها بوجي وطمطم، بس للأسف ملحقتهيش، يعني واحدة كانت واقفة جنبي لقطتها، كانت آخر حاجة. وجبت البتاعة دي عجبتني، بس مش عارفة هي بتاعة ايه، اللي عارف بقى يكتب لي في الكومنت انا جبتها وخلاص. وجبت بقى، طلعت حلة جديدة من الحلة اللي انا عينيها، انا عندي حلل كتير عينيها يعني ما استخدمتهاش، فقلت بقى فرصة اطلع حلة جديدة كده واروق على نفسي. الناس بتموت وبتسيب حاجتها، فانا استخدم حاجة احسن، صح ولا يا لأ؟ جماعة في حدا هنا انا بيكتب عندي والله حاجات بالسكين. كتيرة جدا من فرحي، يعني حاجات كتيرة جدا، يعني حاجات حلل وباسكتات ومش عارفة ومعالق وحاجات كده، بسكتات وحاجات في النيش غير اللي في النيش كمان، فقلت بقى وفي اطلع حاجة كوبايات جديدة. ومش دي عارف حلة ايه تيفال وايه، من الطقم كنا تيفال حاطينها بتاعي، فوق وبعدين يدعناها تاني. وده الغطاء احمد بيحاول يساعدني، ده الغطاء بتاعها، وحاولت اشيل اللزقة اللي عليها دي، بس لازقة فيها جامد معرفتش. فاللي عنده طريقة اشيل بيها بسهولة الغطا ده، انا بتاع عارفه البادج اللي على هنشيلها الغطا ازاي. ده، البادج ممكن نجيب مية سخنة. السكينه لا، ونشيلها. هتبوظ الغطا. البادج ده اللي عارف طريقة حلوة شيله بيه، ده لازق لزقة، يعني لزقة حلوة قوي، لازق بغيرة، لزقة انجليزي. انجليزي دلوقتي ايه بقى يعني؟ بهرج معاك في ايه. دلوقتي هوريكوا الحاجات، ده الشفشق، ودي كوبايات، ودي كوباية رمضان بتاعت المية نشرب فيها، مع اني ما بحبش اشرب في كوبايات البلاستيك، انت بس هي مش قادرة عاجباني تخليها عشان هي تتكلم ليه؟ عشان هي ما هو انت بتتكلم معايا اهو. يا زي ما قلت لكم، ده البادج اهو، وطلعت حلة جديدة عشان اعمل فيها محشي، مش يا عارفة جماعة بكرة. ماما عندها حاجات تتيلة، حلات تتيلة اصلا. يا سيدي، روقت عليكم وطلعت حلة جديدة عشان اعمل فيها محشي، اعمل فيها رز، تبقى حاجة جديدة. ممكن انت تطلع كمان اشتيتي واحدة. يا ما طلعتش. بص دلوقتي بقى هوريكم الحاجة من قريب، دي كوبايات، الراجل بيقولي دي كوبايات تركي، هي عاملة زي قشر السمك كده. على فكرة هي في الحياة أصلا أحلى بكتير من التصوير، يعني التصوير ظالمهم. ودي بقى الشفشق، على فكرة يا ودي جماعة توتال الصينية. كانت بتصور. ماشي، ودي الصينية الجديدة، ودي كوبايات رمضان بقى، عجباني قوي عشان عليها حاجات رمضان كده، يبقى الجو كده جو رمضاني كله.
وحضرت بقى نفسي كده والحاجات دي اللي هحط فيها العصير، وحضرت كمان الكوبايات التانية بتاعت الشاي، بس انا بفكر ما طلعش كوبايات الشاي. عايزه اوريكم حاجه كمان، الناس بقى اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، اوريكم الديكور اللي انا عملته والخيمه الرمضانيه اللي انا عملتها في البيت، انا مبسوطه بيها قوي اهو. ودي الكنبه التانية مرسومه عليها بكار وفطوطه، ودي مرسومه على طمطم والهلال، وده كمان مرسوم عليه عمو شكشك وفطوطه. وعملت ايه بقى؟ الفطوطة كان بيجي زمان انت مش عارف، انا كنت صغنونه خالص. وعندي غسيل كمان، هقعد بقى اطبق الغسيل. يعني النهارده كان يوم صعب بجد، تعب. هسيبكم مع جنة بقى. النهارده بقى هنعلق معاكم الزينه، احنا علقنا زينه في الشقه، هنعلق بقى زينه في الجنينه، وخليكم معانا عشان نشوف هنعمل ايه. رجلك انا ماسكه كده واحده، حطيها بقى بتعملها كده على ايدك. استني وراها كده، ايوه انت كده مش باينه، كده مش باينه، اعمليه اهي ماشي. وبعدين وبعدين بحط دي على دي كده، وبعدين اهي بجيبها كده واحطها، وبدخل دي هنا بس. شاطره يا جنت. بصوا يا جماعه بقى، انا عايزه اوريكم ايه بقى الزينه اللي احنا عملناها، والجو ليل اهو زي ما شايفين اهو، والجو ليل علينا وعمل ماشي اهو، والجو ليل علينا كم. عملنا زينة كمان اهي. ده يا جماعة كان اول عقد نعمله او اول فرع، احنا عملنا افرع كتير زي ما قلنا لكم ان الجو ليل. اصلا احنا اول ما بدأنا في الزينة كان المغرب اذن، وبعدين بقى ايه رحنا اتغدينا، وبعدين رحنا صلاة التراويح، صلينا في المسجد، فعشان كده بقى اتأخرنا، فبادئين فيها اصلا الساعة 10. يعني بعد ما عملنا عقد واحد قبل المغرب، جنة واحمد عملوه، وبعد كده جينا بقى بدأنا الساعة 10، فضلنا قاعدين لحد بالليل خالص لحد الطبلة ما لفت، كانت الساعة 1. وجنة تعبت والله جامد، وانا تعبت، وكنا محتاسين خالص. انا عايزة اخلص واخلص من الزينة دي علشان بقى اتفرغ لقراءة القرآن بكرة ان شاء الله. بص عملنا زينة قد ايه، فرميناها بقى كده كلها على بعض لحد الصبح، وبكرة بقى ان شاء الله هنعلقها. تابعونا هصور لكم برضو جنة بتعلق الزينة. وعملنا كتير، عملنا حوالي 8 افرع كبار، هنعلقه من فوق لتحت، هنعلقه من الدور التاني لحد الجنينة تحت. والسنة دي بقى مش هنعلق في الشارع علشان في حد متوفي في شارعنا، فان شاء الله هنعلق الزينة. وتابعونا هنصور لكم كل الكواليس بتاعة تعليق الزينة. تنسوش تعملوا لنا متابعة ولايك. مع السلامة.